شنو طلبتك ويا حزب الدعوة وطلبتك ويا دولة الرئيس المالكي؟ يعني من زمان عندك حساسية وحزب الدعوة، يا لسير منهم رئيس وزراء أنت ما راضي، الوراء ما راضي، بس هواي كانت عندك مشاكل مع دولة الرئيس حفظه الله السيد المالكي، ليش؟ هسا أنت ليش تفوتنا بهالمداخل هذه؟ هذا تاريخ، هذا التاريخ، أنا ما جاي أحكي على نسابة بيناتكم، أنا أتحدث عن تاريخ لوطني. ما يخالف. لا ما عوف لي الشخصية، أنا أقول مع رؤساء الوزراء كان عندي فعلا حساسية. هم ادعوا الوزراء الجعفري والمالكي والعبادي، جاية مضمومة؟ إي صحيح 13 سنة. بس أكثر خلاف كان لك مع دولته الله يحفظه السيد المالكي. والله الخلافات بدأت هي عندما يذكر الأخ فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح. هو كان رئيس نائب رئيس وزراء من 2006 إلى 2008. وكانت هناك لجنة اقتصادية تفتش العقود. الله أكبر لو مستمر هاي اللجنة. هو كان رئيسها الأخ برهم صالح وأنا كنت نائب الرئيس. هو يذكر أنا مدى شهد أموات شهد أحياء. فد مرة إحنا نلتقي، إما أزور الأخ برهم صالح هو رئيس اللجنة وأنا نائب رئيس اللجنة، وكان معنا الأستاذ رئيس ديوان رقابة المالية ووزراء متعددين، وهذه اللجنة تجتمع مرتين بالأسبوع، وهذا جهد إضافي على الوزير اللي يشارك بها، لأن يكون يجي العصر ويناقش كل ملف وكل عقد، والفساد وين يصير؟ بالعقود. هذا اللجنة اللي كانت تابعة لرئيس الوزراء. ورئيسها برهم صالح وأنا نائب الرئيس. فديوم أذكر إما هنا في هذه القاعة أو في بيت الأخ الدكتور برهم صالح. بعد يعني العمر هم لا، كنت في بيت الدكتور برهم صالح. أخذني على جنب قال لي ترى الإخوة في حزب الدعوة يريد، حتى ما نسمي مسميات أشخاص، يريد يلغون اللجنة الاقتصادية. قلت له ليش؟ قال أنت تعرف يعني اللجنة قطعة خبز كثير من الفاسدين، وهذا حرام، يعني قطع الأعناق ولا قطع ولا قطع. أي تمام، هو هذا الدين. فذهبت أنا إلى أحد قادة حزب الدعوة قلت له أكو هيش كلام نقل إلي؟ ما قلت له برهم. قال لي إيه هذه اللجنة بها أكراد، بها برهم، وبرهم وأنت قاعدين تأخرون الإعمار. قلت له شلون نأخر الإعمار؟ قال كثير عقود ترفضوها. قلت له فساد، بها فساد ونكتشفها، فبالنتيجة مو بس إحنا، ديوان الرقابة المالية يأيدنا اللي هو أهم ديوان، أهم فقرة. نعم. وفعلا كانت يعني، وفيها وزير التخطيط علي بابان الله يذكره بالخير. أي تمام. رجل نشط جدا ورجل شريف ونزيه. أي زين. ف قال لي لا خلص المالكي قرر إلغاء اللجنة. وألغيت اللجنة بأمر ديواني، هي عينت بأمر ديواني وألغيت بأمر ديواني، مو بلاءنا هذا. أنا رجعت لك لتركيز القوة بيد شخص واحد، هاي نتائج. والله العظيم من ذاك اليوم أنا أقول، وأنا مسؤول عن كلامي ويأيدني الأخ الدكتور برهم صالح، بس ما يحكي هو، من ذاك اليوم عم الفساد. وما أقول فقط لحزب الدعوة، ما قلت أنا لحزب الدعوة، إنما أقول كردا وعربا وسنة. ويبدو كان شبه اتفاق بين زعماء، منهم الزعماء ما أذكر، أنا عندي هيك حدث وشبه معلومة، أكو زعماء مهمين في الإقليم وزعماء في الغربية، وواحد منهم من صلاح الدين مع حزب الدعوة لإلغاء هاي اللجنة، لأنه قطعت خبزتهم واتفقوا على إلغائها وصوتوا على إلغائها، وأنا وبرهم لم نصوت عليها على إلغاء هذه اللجنة.